حرصا منه على الاهتمام بالمواهب والقدرات الإبداعية، كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع عددا من الطلبة الفائزين بمسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات. نعم، هذه المسابقة التي شارك فيها إلكترونيا ما يقرب 1388 طالبا وطالبة من مختلف مدارس الكويت، تؤكد على ضرورة التركيز على الطاقات العلمية للطلبة في مختلف المراحل. تعكس النسخة الثالثة من مسابقة الكنغورو العالمية للرياضيات والتي يشارك فيها طلبة من 36 جنسية من مختلف مدارس الكويت مدى اهتمام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالطلبة وبتعزيز قدراتهم وبناء شخصياتهم. قدم علينا 1388 طالب. من ال 1388 اللي قدموا عندنا 637 طالب هم اللي حضروا الاختبار الأولي اللي هو الأونلاين، ومن اجتازه الاختبار الأولي وراح للاختبار الفينالي كانوا عبارة عن 107 طلبة. من ال 107 طلبة اليوم كرمنا منهم 10 طلبات. عالم الرياضيات يعني عالم فني وعالم علمي، إذا أنت تعرف شلون أنك أنت تبدع فيه ممكن تبدع في مجالات أخرى علمية للأمانة، يعني هي جيت للهندسة، للفيزياء، للعلوم، للكيمياء. وهذا يعني بلر، جزء رئيسي من مركز صباح الأحمد اللي هو في دعم العلوم والتكنولوجيا. اختبار الكنغورو هو اختبار عالمي وثاني أكبر مسابقة للرياضيات بعد الأولمبياد الخاصة بالرياضيات. الأولمبياد خاصة بطلبة الثاني عشر فقط، بينما الكنغورو مسابقة مفتوحة أمام الطلبة من سنة أولى لغاية الصف الثاني عشر. أنا فزت عشان أنا كتير منيح بالماث، وإنه بحب هيك الكومبيتيشن مش كتير سهلة، صعبة، وبحب بشرك فيها. مدرسين بالمدرسة وأهلي شجعوني مشان شارك بالمسابقة، وأنا كمان حبيت شارك لأني أنا كتير بحب الرياضيات والعلوم، وبحب يعني حل مسائل هيك شغلات هيك. حاسة حالي كتير فخورة أني قدرت أوصل لهالمرحلة، لأن المسابقة كانت كتير صعبة، بس كمان كتير حبيت أني جربت. كتير فخورة بنفسي أني ضليت جرب ووصلت لهالمرحلة. هذه الجائزة التي ينظمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع للسنة الثالثة على التوالي كرمت الفائزين بهذه المسابقة، فاتحة المجال أمامهم للعديد من الفرص العلمية والعملية في المستقبل. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.